السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كامل بألف خير وعلى خير. عواشركم مبروكة رمضان الكريم للجميع. حبيبات ديالي، ايوا كاين شي حداقة، كاين شي توجد للفطار في رمضان. ايوا فين وصلتوا؟ قولوا لي فين وصلتوا. انا اليوم جبت لكم واحد لاباط هائلة نتاع البيتزا، كتحمق كتحمق كتحمق، ما غادي تعرفوا مقيمتها حتى تجربوها وتاكلوها. وبهذه المناسبة جبت لكم البيتزا ديالي، قدمتهم على هذا الشكل، ها هما طايبين غزالين كيحمقوا شهوه منهم لا من يضر. كذلك لاباط ديالي انتم فتيه 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 بزاف، وكت 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 كت تعوج بلا ما تهرس، ومقرمشه في الماكله ديالها. وهذه لاصوص اللي درتها انا ديال البيتزا، حتى هي منزليه غزاله صحيه طبيعيه، ما فيها بو مواد حافظه. وهادو لي فون دو البيتزا ديالنا انا كي درتهم شمعتهم في الفران ودرتهم هكا وحدات على قياس اللي كنحتاج انا، ودرتهم في لي زيبلوك وغادي نديرهم في الكونجيلاتور. ودرت على هذا الحجم كذلك مثال متوسطه جوج، والاخرين درتهم صغارين حيت انا كيعجبوني بزاف هكا فرديين، كيجيو كتقدميهم للاحباب والاصحاب والعزيز عليك والعراضات، كيجيو لك براتيكي اكثر من هادوك اللي كيكونوا شويه متوسطين. هادوك غير الا بغيتي تاكليهم انت ولا تقدميهم لوليداتك. الا بغيتي تعرفي كي درت لاباط وكي درت لاصوص طوماط وكي درت لهاد البيتزات الغزالي للشهيين، دخلي الفيديو تشوفيني كي درت لهم بثلاثه بيوم. الان حبيباتي غادي نمروا المقادير ديال البيتزا، العجينه ديال البيتزا ديالنا. اذا عندنا هنا 500 غرام ديال الدقيق الممتاز، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحبوب، عندنا معلقه صغيره مخلطه بين الزعتر والزعتر، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، عندي جوج معالق مذوبين ديال الزبده كبارين، وعندي كاس الا ربع ديال الزيت البلديه، وعندي معلقه صغيره ديال الخل الابيض، وعندي واحد البيضه، وعندي معلقه كبيره ديال السكر. اذا الان غادي ندير الدقيق ديالي هنايا باش يمكن بالسوف ديك الزبده وداك الزيت والنواشف، وديك الساعه غادي نخلطو السعيطره ديالنا والزعتر من بعد ما نحكوهم مزيان. انا بغيتها من السما، تعجبني من السما. وغادي نزيدو السكر ديالنا، الملح غادي نديرو جانبا، غادي نكب الزبده ديالي ثم الزيت. الان غادي نقصها مزيان، غنبسها مزيان ونرجع معاكم. اذا حبيباتي بسناها مزيان، ثم شوف كي ولات العجينه ترملات مزيان، دخل فيها كاع داك الزبده وداك الزيت البلديه، دخلت في الدقيق ديالنا مزيان. اذا الان غادي نضيف البيضه ونبدا نجمع بالماء، انتوما معايا.
غنزيد غلقه تاع الخل. حبيباتي غادي نعجنها مزيان ونرجع عندكم نوريكم كيف كتولي لاباط ديالنا ديال البيتزا. اذا الان كتبان لكم مزيان هانتوما البنات شوفوا كي دايره شفتوا حيت كتهزوها كتبقى كتفخفخ وكدير بحال كتبغي تطقطق العجينه كدير الفخات. اذا هذه هي العجينه ديال البيتزا مدلوكه مزيان واللي تقدر تدلكها الله يعطيها الصحه تدلكها بيدها. غادي ندهن دابا هذه هانتوما شتي رطبه ملسه ستجي هكا وتجي هكا كتجبد غير بوحديتها. اذا غادي نحطها بلا ما ندهن بالزيت البلديه داك المول فين غنحطها تخمر ونرجع معكم. دابا غادي نمروا من بعد ما نخليوها كيتخمر نمروا لسميتو لاصوص ديالها اللي كنديروا لها خاصها تكون صوص مغذيه وصحيه ما نديروش ديك ديال السوق بزاف. اذا غنغطيها ندير لها سيلوفان ونخليها تخمر يعني سيلوفان فيل اليمونتير ونخليها تخمر بحيث نفخي الضعف الحجم ديالها ونقرصوها مجموعه. غادي ندير دي بيتيت بيتزا يعني بيتزات فرديه. اذا نمر الان عزيزتي المقادير ديال لاصوص ديال البيتزا شنو كندير فيها كنت ديجا وريتها لكم انا طيبه في القناه ديالي واحد الفيديو ولكن الان غادي نوريكم لي زانغغيديون بالتفصيل باش تنجح لكم لاصوص اللي كندير انا ديال البيتزا كتجي هائله بحال بروفيسيونيل. اذا شنو كنحتاج فيها عندي جوج ديال الطماطم اللي هي متوسطه منزوعه البذور ديالها معصراها ولكن خليها لها القشره ديالها وقطعتها قطع صغيره. عندي هنايا واحد شادي نقول لكم 100 غرام ديال الطماطم طوماط سوغيز حتى هي محيدات لها الزريعه ما باقيهش زريعه قسمها على جوج. عندي نصف جزره محكوكه عندي معلقه ديال الكرافس ومعلقه ديال القزبر والمعدنوس. عندي هنا جوج فصوص ديال الثوم لان عندي هنا شويه المعدنوس والقزبر فيه شويه ديال الثومه نص بصله خضراء مقطعه اطراف اوندي وعندي واحد البويرو مقطع حتى هو قطع صغيره. عندي هنايا طوماط كونسونطري عندي هنا غادي ندير الجهد ديال جوج معلقات كبارين. التوابل عندي ورقة سيدنا موسى وعندي شويه ديال الازير انا عندي هذا منزلي وعندي شويه ديال الزعتره وعندي شويه الرص ديال السكنجبير وواحد معلقه صغيره ديال الكمون وعندي ملحه وليب الزهر. هادشي اللي كندير في التوابل وزيت البلديه. اذا الان نمر الى الطريقه. بالنسبه للملحه والابزار غادي نخليها حتى نبغي نطحنها عاد نزيد لها الملحه والابزار ونزيد فيها شويه ديال الزعتر والزعتره هو اللي غادي نخليهم التاليين حتى نطحنها نجي نبطي المطيشه طيب مزيان عاد نضيف لها زعتره ونضيف لها الابزار والملحه. كلشي المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف الاسفل ديال الفيديو. اذا الان عزيزاتي بدات كطيب مزيان تعرقات تسناو تعرقات مزيان ديك المطيشه وكتبقاو في التحريك مستمرين في التحريك ما تحرق لكمش فكتعلق شحال ما تعلقات مزيان شحال ما كتجي بنينه. اذا الان ايوا عليها طاحت تقريبا كامله. اذا دابا غندير لها الماء ديالها وغادي نخلي الماء طايب وغادي نخليها طيب كاس نتاع الماء طايب البنات يكون شويه هكا بحال فنجان كبير صافي غادي نخليها طيب من بعد غنطحنها. اذا بعد ما ضعفات حيدت لها الغاز دابا غادي نقرصها باش ما عندكم البنات تقرصوا السميد الرقيق اولا الفينو انا كندير لها السميد دابا ما عنديش السميده اذا غندير لها نقرصها غير في الفينو. عندي النفخات وجات غزاله انا غنديرها بيتزا فرديه
يمكن لكم ديروا نتوما الفطارات اللي عندكم. السميد كيجي كتجي كروكونت كتجي قرمشة. إذا من بعد ما غليتها مزيان دابا غادي نخليها باش نرققها شوية. الفطارات اللي عندكم بغيتو ديروها قطعوها كيفما بغيتو. انا كتعجبني فرديه باش كامل هاد الكيا كله ياكل وحده جوج بركات عليه وما نضيعوش او ميم طون. اننا كانت كبيره خص تكون العائله تكون معاك الزايد اللي غادي ياكل معاك. كتعجبنيش انا غليظة بزاف البنات جوج سنتيمتر مليمتر. اذا عندي هذا الاطار هذا كبير شويه غادي نديرها حاشيه ما نقرصاش بزاف داكشي ما بغيتش نوصل للحاشيه كما بغيتو. بغيتو هكا بغيتو لها ديروا لها الديكور من هاد التحراج. صافي غادي ندخلهم الفرن البنات يتشمعوا وغادي نجمع العجينه الاخرى ديك الساعه نرجع معكم. اذا حبيباتي ها هما البيتزا ديالنا قطعتهم دابا كندير كنتكهم بالشوكه فورشيت وغادي ندخلهم يطيبوا. ما كنديرهمش انا غلاضين بزاف لان عاد غيتنفخوا في الفرن. دابا ندخلهم غير تشمعوا شويه هادو حيت غادي نحتفظ فيهم في المجمد لان غادي ندير غير شويه غادي ناكل الاخرين كنحتفظوا بهم. فوق ما تبغي البيتزا الفرديه كتجبديها كتبقيها واجده. انا اليوم بغيت نشارككم اذا هذا هو السمك البنات هانتوما درت لها جوج ديال الشكيلات السامبل واللي فيها داك الزواق. اذا ندخلها الفرن تشمع ونوريها لكم كي ولات. اذا حبيباتي ها ماذا هو داكشي اللي باقي غادي نكمل عليه حتى نهايه لافار ديالنا كاملين. وهادو اللي مشمعين البنات شوفوا كي جات هذه دخلت هاد الشمعات. اذا هادو غنخليهم يبردوا غنحتفظ بهم في الكونجيلاتور. غنبغي البيتزا تاعي ها موجود كتجي مفشفشه غزاله ما نقولكمش كي دارت الشيشه ديالها غزاله غيبردو غنديرهم في الميكات ونديرهم في الكونجيلاتور بحيت نبغي البيتزا نجبدها كتكون عندي لاباط واجده. اذا الان حبيباتي غادي نطحن لاصوص ديالي لي فوندو البيتزا ديالي هما وجدوا كاملين. بقات لي واحد الدفعه راه مازالت واحد الصينيه في الفران كتحمر شويه غير تشمع شويه من الفوق. كيجيو غزالين البنات
اذا ها هما كيزاد لنا واجدين ما كتنفخش بزاف وهشيشه بزاف. غادي تعجبكم بزاف هاد لاباط البيتزا. اذا الان مرو غادي نباطي لاصوص ديالي وغادي نقدم معكم البيتزا كي جات. اذا حبيباتي لاصوص ديالي هي وجدات طحنتها كامله. شوفوا كتعطينا خير بيت تبارك الله. درت منها شويه هنايا زدت لها شويه لاصوص طوماط كونسونطري عايشه صافي. ودابا غادي ندير البيتزا ديالي ودرت عندي اني نديرهم بالتونه البنات والفلفله الحمراء والصفراء والزيتون. هادشي باش كيعجبوني انا كتعجبني البيتزا ديال الحوت. ما كترولهاش بزاف راهم دابا برسك طايبين البنات. ما نديرلهمش الفرماج حتى تنشف هاد المطيشه عليهم عاد نخرجهم ندير لهم الفرماج. دابا ندير غير الفلافل والمطيشه والثوم اما وشويه ديال الزعتر الفوق. ما خصش بزاف تكون مطيشه لان كتهزق لنا لاباط ديالنا. ما مش بزاف صافي. غادي ندير الفلافل نخلط ندير هنايا صفراء وحمراء كي قلت لكم البنات. انا دائما الفلافل كنديرهم في الكونجيلاتور حتى كنبغي نستعملهم وكنجبدهم. هادو زوينين كيعجبوني اكثر من الخضره لان هادو حلوين. كيجيو البيتزا ديالنا عامرين. التون اللي عندكم ديروا التون اللي كان عندكم. غادي ندخلهم الفرن وعاد من بعد ينشفوا شويه عاد ندير لهم الموتزاريلا وادام صافي. كنوزع هاد التون عليهم كاملين. هنا درت علبه وحده درت غير سته تساوي صافي. دابا ندير زويتنات نخلي الكحلات نديرها مع الحمر مع الفرماج. ندير دابا غير هاد الاخضر. تقدري ديريهم بالذرة تقدري ديريهم بشمون غيت مايس معلب كتجي كتجي زوينه ديهم. انا مبغيتش نديرها بالتصدق على الزيتون خليته شاعل شي بقى سخون صافي. غادي نخليهم يدخلوا يتشمعوا شويه ينشفوا ومن بعد عاد نخرج ندير لهم فرماج وسميتو والزعتر. اذا ها هي لاصوص ديالنا نشفات البنات. دابا غادي ندير لها شويه ديال الزعتر باش تبقى لي الريحه ديال الزعتر طريه فيها. كل واحد كل كيدير البيتزا ديالو كاين اللي كيديرها دقة وحدة كيدخل كلشي دقة وحدة مي أنا مكندير لهاش هكاك. هادي لاموتزاريلا. لاموتزاريلا البنات كتبقى كدير الخيوط كتكون سخونة. Thank you.
الفرماج اللي كيطيح حتى حاجه ما نضيعوها. الى الفرن. والى هنا نكونوا انهينا الفيديو نتاع اليوم. بيتزات ديالنا هما محضرو واجدين، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم حبيبتي. انا قدمتهم لاصوص بيكونت، لاصوص بيكونت حمراء غزاله كتشهي، والبيتزات جاو رائعين البنات. نتمنى انكم تجربوهم، نتمنى ان شوفوا كيتطوروا غير بوحديتهم ما كيتهرسوش. نتمنى انكم تجربوهم الحبيبات ديالي، راهم رائعين بزاف. ديك لاباط كتحمق ما غاديش تحشمكم، تقدموها ووجهكم حمر كما يقولوا. ورمضان مبارك يعني، وعواشركم مبروكه حبيباتي بالصحه والهنا وبالف ما تمنيتوا ان شاء الله. نتمنى تكونوا عجبتكم ونال الاعجاب ديالكم البيتزا ديالي نتاع اليوم. كنشكر جميع الاخوان والاخوات اللي انضموا الينا حاليا جديدا، يعني الجدد، كنشكرهم بزاف وكنشد على ايديهم كثيرا، لانهم بلا بهم حنا ما نكولوا والو. وكنتمنى انكم تزيدوا تحفزونا باللي لايك وتحفزونا بالمشاهدات باش يمكننا نعطيو اكثر فاكثر. وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك، واللي مازال ما تابوناش مشى عليه الحال، خصو يجي يتابونا معنا، لان قناتنا بلا ما نشكرها راكم كتشوفوا نتوما الوصفات اللي كنقدموا لا انا ولا الاخت، جد رائعين ومهمين وصحيين وبريستيج بعد المرات. ولا يخفى عن 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 المعلوم ان معلومه المجموعه ديال النصائح اللي كنقدمهم لكم باش تستافدوا نتوما وتستافدوا حتى حنا معكم. ولهذا نكونوا جينا الى نهايه الفيديو. ما تنساوش بان المقادير كلهم غادي يكونوا في صندوق الوصف الاسفل. ولا بغيتوا المزيد من المشاهده ما عليكم غير تضغطوا على الاي الدائره البيضاء الاي، غتلقاو مجموعه ديال الفيديوهات تما اللي كاينين. وكذلك مثال راه حنا قدمنا مجموعه ديال الانواع ديال لاباط ديال البيتزا، يمكن لكم ترجعوا لهم. الاخت ديالي قدمتها بطريقتها وهذه طريقتي انا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى هنا نقول لكم مع السلامه.